طيب إذن نعم. ده خليني ارجع لفكره ربما تكون خطا بس حضرتك صححها لي. المستعمر هو اسرائيل، السكان الاصليين هم الفلسطينيين. هل ربما يعيد التاريخ، هنرجع للتاريخ بقى، هل يعيد التاريخ فكره المهاجرين من اوروبا الاسبان والبرتغال اللي محوا السكان الاصليين في امريكا اللي بيتسموا مجازا الهنود الحمر، واصبح دلوقتي المهاجرين هم اللي بيحكموا بينما السكان الاصليين بقع في مناطق معينه؟ هل ده ما يسعى ليش المشروع الصهيوني او ربما يتحقق، ام المثال خاطئ خالص؟ لا، المثال خاطئ ولا ينطبق في الحاله الفلسطينيه. يعني الجانب الاسرائيلي حاول في 48 ان ينجح، ونجح الى حد كبير في اخراج معظم الفلسطينيين من المناطق اللي سيطر عليها. بعد كده الفلسطينيين تعلموا الدرس، فصار موضوع البقاء على الارض اساسي. فلذلك بعد حرب 67 لم يتمكن من تهجير الناس. الناس بتتكلم عن الهنود الحمر او من يسمى الهنود الحمر موجودين في امريكا دلوقتي عادي يعني. انا جايك بالكلام. الان بعد 50 سنه من 67 اللي هو اكتمال الاحتلال الاسرائيلي لكل فلسطين التاريخية، عدد الفلسطينيين في داخل فلسطين التاريخية مع سنة 2018 تجاوز مجموع عدد اليهود في كل فلسطين. تمام. إذا بنتكلم عن عملية الإلغاء فالبروسيس أو الإجراء ما أدى إلى تناقص الوضع الفلسطيني أو عدد السكان الفلسطيني، بالعكس عدد السكان الفلسطينيين تزايدوا وبقوا وصمدوا. ال 120 ألف فلسطيني اللي كانوا موجودين في أرض 48 الآن عددهم 1,470,000. الفلسطينيين اللي كانوا بحدود 1,000,001 في الضفة الغربية وقطاع غزة الآن عددهم 5 ملايين. فإحنا الآن أمام حقيقة، الطرف الإسرائيلي لم يستطع أنه يفرض إرادته في موضوع التنافس الديموغرافي، وهم بيتكلموا عن ما يعرف بالقنبلة الديموغرافية إلى آخره. أعطيك حقيقة ثانية. صحيح أنه نصف الشعب الفلسطيني موجود خارج فلسطين، حوالي 6 ملايين ونصف، لكن حوالي 80% من الفلسطينيين يعيشون حول فلسطين. مع أنه تهجير الفلسطيني حول فلسطين إزاي؟ يعني في الأرض التي تحيط بفلسطين، زي الأردن وسوريا ولبنان. يعني أنت بتتكلم عن 6 ملايين ونصف فلسطيني خارج فلسطين موزعين على الكرة الأرضية، من بينهم 4,200,000 فلسطيني في الأردن، 600,000 في سوريا، 400,000 أو 500,000 في لبنان. إذا الشعب الفلسطيني صحيح أنه هجر، لكنه عينه على أرضه ولسه قريب منها.